نشرة الأخبار من 218 نبدأها بالعناوين. عجيلة صالح، الهجوم على الهلال ينسف الاتفاق. واينر، ما حدث في الهلال النفطي عواقبه وخيمة. كريشوف، داعش الأوروبي يشكل تهديدا لدول الاتحاد. أهلا بكم في التفاصيل. أدان رئيس مجلس النواب المستشار عجيلة صالح في بيان له الهجوم على الموانئ النفطية معتبرا إياه يهدف لتدمير مقدرات الشعب الليبي، داعيا النائب العام لفتح تحقيق عاجل للكشف عن المساهمين فيه. إن هذا الهجوم الإرهابي يذكرنا ويذكر كل الليبيين والعالم أجمع بالهجوم الإرهابي الذي قامت به نفس الميليشيات الإرهابية تحت مسمى سرايا الدفاع عن بنغازي. إن هذا العمل الإرهابي هو نسف لكل المحاولات الرامية إلى تحقيق التقارب والتوافق السياسي، ويمثل خرقا جسيما جديدا للاتفاق السياسي، ويؤكد أن ذلك المجلس الرئاسي هو مجرد كيان واقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة الجهوية والمتطرفة. كما أن هذا العمل الإرهابي يؤكد عدم صدق ذلك المجلس ووزارة الدفاع التي نفت في السابق أي نية للهجوم على منطقة الهلال النفطي أو اتخاذ منطقة الجفرة تحديدا كمنصة لأي عمليات ذات طابع مسلح تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم الأهلي أو تضرب المؤسسات والمنشآت ووحدة البلاد. إننا بهذا نقدم دليلا إضافيا للمجتمع الدولي على عدم حسن نوايا تلك التيارات المسيطرة على المجلس الرئاسي، وهي نفس التيارات التي انقلبت على المسار الديمقراطي عبر عملية فجر ليبيا وتسببت الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعاني البلاد والمواطن من ويلاته حتى الآن. ونحن نناشد المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وكذلك الأمم المتحدة الراعية للاتفاق السياسي، ونطالبها بإدانة ومنع تكرار مثل هذه الخروقات والجرائم. كما نطالب المجتمع الدولي بإعادة تقييم ومراجعة نظرته للجيش الوطني ورفع حظر التسلح عنه دون إبطاء لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة. بعد مرور يوم على الهجوم على الهلال النفطي، استهدفت ضربة جوية القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها ما تعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي في الجفرة. القصف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المتواجدين في القاعدة العسكرية، فيما توجهت عدد من سيارات الإسعاف إلى المكان وبدأت بنقلهم إلى مستشفى مجاور في مدينة هون. وحسب آخر الإحصاءات فإن عدد الجرحى وصل إلى 13 شخص، 5 منهم جراحهم خطيرة، فيما قتل شخص واحد وتعرضت القاعدة لدمار كبير جراء القصف. كذلك استنكر مجلس النواب الهجوم محملا الأطراف الداخلية والخارجية الداعمة للمجموعات التي قامت به مسؤولية ذلك. المجلس ثمن جهود الجيش الوطني وحرس المنشآت النفطية في إيقاف الهجوم، قائلا إن الجماعات المهاجمة تحاول التحكم في مصدر الدخل الوحيد للبلاد والتحكم بمصير الشعب الليبي وفقا لأيديولوجياتها. من ناحيته أكد التجمع السياسي لنواب مصراتة إدانته للهجوم، قائلا إن العملية ليس لها صلة بشرعية الدولة. التجمع دعا للتصدي للمحاولات التي من شأنها تجاوز التوافق السياسي حسب تعبيره، مهيبا بالمجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات الرسمية لدرء الفتنة وإخماد الصراعات المسلحة حسب وصفه. وأضاف التجمع أن توقيت هذا التصعيد جاء من أجل النيل من الانتصارات في سرت ضد داعش.
ذكر مصدر عسكري سيطرة قوة تابعة للواء 12 مجحفل على قاعدة براك الجنوبية في شمال سبها، مضيفا أن القاعدة وكامل مرافقها تعتبر تحت سيطرة كاملة أو تامة من قبل اللواء 12 مجحفل. وأضاف المصدر أن الاتفاق المسبق كان يقضي بأن تسلم القوة الثالثة وتنسحب من القاعدة بنهاية شهر نوفمبر الماضي، إلا أن القوة الثالثة أخلت بالاتفاق ما اضطر اللواء 12 إلى مطالبتها بالانسحاب فورا من القاعدة ومغادرة الأفراد المتواجدين هناك وسحب آلياتها العسكرية. يذكر أن اللواء 12 مجحفل يتمركز منذ قرابة العامين في منطقة براك الشاطئ، ويقوم بتأمين الطريق الرابط بين سبها وبراك جنوبا وطريق براك شويرف شمالا. وللوقوف على وضع القاعدة العسكرية انضم إلينا مراسل 218 من سبها وليد بكاكو. وليد نرحب بك. نعم وليد. وليد هل أنت معنا؟ نعم لربما فقدنا الاتصال مع وليد. نعم إذا فقدنا الاتصال مع وليد بكاكو وسنحاول استرداد هذه المكالمة. حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان واينر من خطورة التوتر الحاصل في منطقة الهلال النفطي وعواقبه الوخيمة على كافة الأطراف. واينر أكد على ضرورة تحييد مناطق إنتاج النفط عن أي نزاعات مسلحة، لأن النفط هو ثروة قومية يجب أن يتم الحفاظ عليها لمصلحة الليبيين، مشددا أن الصراع على موارد النفط يشكل خطورة على الأطراف المتورطة فيه وعلى الموارد ذاتها، لافتا إلى أن مناطق إنتاج النفط يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط دون سواها. وبالعودة إلى القاعدة العسكرية براك الجوية انضم إلينا وليد بكاكو مراسل 218 من سبها. وليد نرحب بك من جديد. نعم أهلا وسهلا بك صباح. نعم وليد ماذا لديك؟ نعم قبل مغيب شمس يوم أمس استلمت وأكملت القوة التابعة للواء 12 مجحفل أكملت سيطرتها على قاعدة براك الشاطئ بعد انسحاب القوة الثالثة وسحب العتاد العسكري المتواجد في القاعدة الجوية التابعة للقوة الثالثة. حسب المصدر التابع أو حسب مصدر عسكري تابع للواء 12 مجحفل المتمركز في براك الشاطي أن تواجد القوة الثالثة كان باتفاق بين أعيان منطقة الشاطي ومنطقة براك تحديدا وإداء قيادة القوة الثالثة. هذا الاتفاق ينص على تأمين القاعدة الجوية ومحيطها من قبل القوة الثالثة. هذا كان الاتفاق السابق وكان من المتوقع أن تنسحب القوة الثالثة وتسلمها للواء 12 في نهاية شهر نوفمبر، إلا أن القوة الثالثة لم تنفذ هذا الاتفاق، وهذا الكلام على عهدة المصدر العسكري، لم تنفذ الاتفاق المبرم ما جعل اللواء 12 يطالب القوة الثالثة بالانسحاب الكامل وتسليمها لقوة تابعة للواء 12، وهذا ما حدث يوم أمس. نعم إذا اليوم يعني ما الذي يؤمن هذه القاعدة؟ يعني القاعدة اليوم تحت سيطرة من؟ اليوم هي تحت سيطرة اللواء 12 مجحفل المتمركز في منطقة براك الشاطي.
ملحق بالقاعده مطار عسكري او مطار مدني، اسف مطار مدني ومطار براك. من المتوقع انه ستستانف فيه عمليه المناحه الجويه بالتنسيق مع سلطات طيران المدني في ليبيا، هذا حسب ما علمنا به من مصادر من داخل اللواء 12. نعم، اذا وليد بكاكو مراسل 218 كنت معنا من سبها، اشكرك. أفاد تقرير أوروبي عن وجود ما بين 2000 و2500 متطرف أوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا أمنيا لدول الاتحاد الأوروبي في حال عودتهم. وبحسب التقرير الذي أعده منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب جيلادو كريشوف بأن الأرقام الأحدث تشير إلى أنه من إجمالي المقاتلين الأجانب الأوروبيين هناك نحو 15 إلى 20% قتلوا، و30 إلى 35% عادوا إلى بلدانهم. وأضاف التقرير أن هناك أيضا مجموعة كبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في صفوف تنظيم داعش في ليبيا، الذين يمكن أن يحاولوا استخدام جنسياتهم أو روابطهم الأسرية للعودة إلى أوروبا. ولاحظ التقرير أن من يعودون يبقون على اتصال بداعش في مناطق النزاع بواسطة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، حذر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية أليكس يونغر من خطر غير مسبوق لوقوع اعتداء في المملكة المتحدة على خلفية الحرب على داعش. رئيس MI6 قال إن مستوى التهديد غير مسبوق، لقد أحبطت الاستخبارات البريطانية وأجهزة الأمن 12 مؤامرة إرهابية في المملكة المتحدة منذ يونيو 2013، مضيفا أن البنية منظمة جدا لتخطيط الهجمات الخارجية في داعش. ورغم أنهم يواجهون تهديدا عسكريا، تعد مؤامرات لارتكاب أعمال عنيفة ضد المملكة المتحدة وحلفائنا من دون حاجة لمغادرة العراق وليبيا وسوريا. نبقى في ملف الإرهاب، حيث تمكنت أجهزة الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية على صلة بداعش في ليبيا تتكون من 9 أفراد. الداخلية المغربية وفي بيان لها قالت إن التحريات الأولية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة. ووفق بيان الداخلية، فإن بعض أفراد هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة في سيدي بن نور، والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال في مدينة طرابلس خلال شهر سبتمبر 2015. كثف الجيش السوداني من انتشاره في المناطق الحدودية مع ليبيا تخوفا من دخول عناصر من تنظيم داعش بعد فرارهم من مدينة سرت التي جرى تحريرها مؤخرا. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن أحمد الشامي إن القوات تعمل على منع تسلل أي جماعات إرهابية من ليبيا إلى السودان، مضيفا أن قوات ليبية في مدينة الكفرة تعمل أيضا على منع تسلل هذه الجماعات. وصلت إلى مصارف مدينة درنا شحنة من السيولة النقدية قادمة من المصرف المركزي البيضاء. هذه الشحنة سيتم توزيعها يوم الاثنين القادم بسقف سحب يتراوح ما بين 250 إلى 500 دينار يحدده عدد العملاء لكل مصرف، وذلك بسبب قلة المبالغ المرصودة لبعض المصارف. جثامين المهاجرين الأفارقة لم تشبع بطن المتوسط بعد، فما بين اليوم والآخر تبتلع مياه المزيد منهم لتلفظهم أمواجه جثثا مجهولة الهوية. إلى التقرير. مسلسل تتواصل حلقاته على بشاعته،
فما بين يوم والآخر يسارع أفراد طواقم الهلال الأحمر لتلبية بلاغ هنا أو هناك حول مزيد من جثامين لمهاجرين لفظتها مياه المتوسط. شاطئ تاجورا هو مقصدهم هذه المرة، فأمواج البحر المتلاطمة لفظت هنا 11 جثمانا لمهاجرين غير قانونيين. جاءنا بلاغ اليوم من تاجورا على وجود جثامين للهجرة غير نظامية، وقمنا بانتشال 10 جثامين من منطقة تاجورا، وما زال هناك جثة موجودة على الشاطئ. هكذا يتم التعامل معهم بمنح كل منهم رقما، فالضحايا مجهولو الهوية ولا سبيل غالبا للتعرف عليهم أو لتحديد هوياتهم. أكثر من 4500 مهاجر قضوا نحبهم داخل هذه المياه التي لم تتسع لحلم غامروا من أجل تحقيقه وقضوا دون أن يتحقق. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. غياب غاز الطهي ونقص السيولة في القطرون. عقيلة صالح، الهجوم على الهلال ينسف الاتفاق. واينر، ما حدث في الهلال النفطي عواقبه وخيمة. وكريشوف، داعش الأوروبي يشكل تهديدا لدول الاتحاد. من جديد نرحب بكم. تعاني مدينة القطرون عدم توفر غاز الطهي الذي هو حاجة أساسية مع ارتفاع مجحف في أسعاره عند توفره، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين. التقرير التالي والتفاصيل. أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع دخل المواطن فهذا شيء طبيعي، ولكن أن ترتفع الأسعار أمام انقطاع السيولة فهذا شيء مرهق للمواطن، خصوصا إذا ارتبط الأمر بانقطاع حاجة أساسية ألا وهي غاز الطهي. طبعا الغاز سائل ما يجيش باستمرار للمستودع 7، لو كان يجي باستمرار ينزل لعند 15. وقت ما يجي غاز سائل باعتباره يجي طلبيات من مصراتة، مصراتة يبيعوا فيه رقوا فيه على 30 35 و40، والطريق ليها دور حتى هي مكسرة. باعتباره كان توفر غاز سائل ينزل لعند ال 15 وال 10 ونتفكى من الازمه هذه. وبالنسبه للبمبلي سالت عليه، البمبلي غالي والله الحق. بمبلي من 35 40 50 نقص شديد في البمبلي والله حقيقه، ديما نعانوا فيه في بالنسبه للقطرون، ديما نعانوا فيه، مرات نمشي نجيبه من 7، من مرات من مرزق، مرات كذا، بالنسبه لبعد المسافه وهذا هو. القطرون المدينه التي تقع في عمق الصحراء الليبيه تعاني ضعف ما تعاني المدن الليبيه الاخرى، لأنها بعيدة عن المراكز الخدمية بالدولة وحكوماتها الثلاث التي انشغلت في تأمين نفسها قبل تأمين حاجة المواطن. بالنسبة لمنطقة القطرون نحن نعانوا من أزمة الغاز وارتفاع الأسعار متاع أسعارها غالية بكل بصراحة، ما يساعدش المواطن طبعا، وانتم عارفين الوضع حاليا، فلوس ما فيش والناس ما عندهاش فلوس، في المستحق واللي يشوفه ما يقدرش يشريه، مرات ب 15 مرات ب 25 ويرقى لل 30 و 35. وهذا نبو من الحكومة تراعينا، نحن منطقتنا بعيدة طبعا، ضروري تراعي المواطنين على أزمة البمبلي هذه ويوفروا لنا بأسعار معقولة يعني تكون في متناول الجميع. اسطوانات غاز منهكة ومن الممكن أن تكون انتهت مدة صلاحيتها، أي أنها تشكل خطرا عند استخدامها، غير أنها مصدر سعادة الأهالي بعد انتظار طال لتطالها يد السمسرة ولتطالها يد الاستغلال، لتزيد من حجم المعاناة التي أصبحت هما يوميا معاش يلتهم كل الأمنيات التي راودت زمن الثورة في التغيير. بفندق السرايا طرابلس أقامت لجنة مكافحة ظاهرة الألعاب النارية ندوة حول مخاطر استخدام الألعاب النارية تحت شعار فرحة مؤقتة وإعاقة دائمة. والرأي الشرعي دور في هذه القاعة بفندق السرايا طرابلس أقامت لجنة مكافحة ظاهرة الألعاب النارية ندوة حول مخاطر استخدام الألعاب النارية
تحت شعار فرحة مؤقتة وإعاقة دائمة. أتمنى من الأهالي والوزارات والجهات والمؤسسات أن تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع المؤسسات في مكافحة هذه الظاهرة السلبية التي تؤدي إلى فقدان أطفالنا وشبابنا في فرحة مؤقتة وإعاقة دائمة. فمن هذا المنبر وفي هذا اليوم أتمنى من جميع الجهات المسؤولة الوقوف ضد هذه الظاهرة والسلبية الظاهرة السلبية في كبح ودعم الجهات المسؤولة حتى نحد من هذه الظاهرة. برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف هذه الندوة للتوعية من مخاطر هذه الآفة التي تسببت بأضرار فادحة لدى الأطفال. قمنا أولا بتشكيل لجنة من جميع الجهات المسؤولة، وقمنا أيضا بإنشاء خيمة في ميدان الشهداء حتى تحد من هذه الظاهرة السلبية وتوضح ما مدى خطورتها على هذه الشرائح، وذلك من خلال التوعية التي تقوم بها من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المسؤولة. تناقش الندوة عملية التجارة بها وشرائها واستخدامها، وتحاول ما أمكنها أن تمنع انتشارها في البلاد حفاظا على الأطفال من مخاطرها المتعددة. نظمت حلقة لسان المديحين للإنشاد والقصائد النبوية بتساوى الملتقى العلمي بمناسبة المولد النبوي الشريف، شارك فيه عدد من العلماء والمشائخ من مختلف مناطق الجنوب. وصفاء القلوب بين الجميع مع لم شمل الجميع. احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، كان هذا الملتقى العلمي الذي نظمته حلقة لسان المادحين للإنشاد والقصائد النبوية بتساوى وسط مشاركة لعلماء أجلاء ومشايخ كبار من أبناء مناطق الجنوب. أبوا إلا أن يشاركوا أهالي وادي عتبة الاحتفاء والاحتفال كإيدانا شرعي لبداية الاحتفال بالمناسبة. فعندما سئل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه عن صيام يوم الاثنين، فأجاب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. هاء الضمير عائدة على من؟ على ولادته صلى الله عليه وسلم. فعبر بصيامه صلوات ربي وسلامه عليه شكرا لله جل وعلا. إطراء علمي فقهي لأجواء الملتقى وجميل الكلام له معطرة. ونظرت نظرة الود إليه، ونظرت لقاؤنا في الفردوس يا الحبيب، ومن عظيم المصاب بالحبيب والنبي قد بكت. لا أجد ما أقول إلا كما يقول الإمام البصيري مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وأتقدم أيضا بشكري لقناتكم الطيبة المباركة التي ما ألفنا منها إلا كل جميل وكل مفيد. ولا بأس بدعوات جعلت من المناسبة فرصة لنبذ الخلاف والدعوة للم الشمل. أتمنى أن يكون شعار كل ليبي نحو المصالحة، وأن يرفعوا هذه الأبيات إلى بعضهم بعضا، حيث يقول الشاعر: من اليوم تصالحنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فما أحسن أن نرجع للود كما كنا. ودروة الاحتفاء تكريم لجهد يستحق الوفاء. محمد السعيد علي، 218، تساوى، وادي عتبة. وفي أخبارنا الدولية والتي نبدأها من العراق،
حيث انسحبت القوات العراقية التي كانت تسيطر على مستشفى في الموصل كان تنظيم داعش يستخدمها قاعدة له، وذلك بعد معارك شرسة. وقال بيان للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن الجنود العراقيين سيطروا الثلاثاء على مشفى السلام على بعد أقل من كيلومتر ونصف من نهر دجلة الذي يجري وسط الموصل، لكنهم انسحبوا في اليوم التالي بعد استهدافهم بهجمات انتحارية بست سيارات ملغومة ونيران كثيفة من العدو. البيان أضاف أن طائرات التحالف قامت بقصف مبنى داخل مجمع المستشفى، كان داعش يطلقون منه نيران البنادق الرشاشة وقذائف صاروخية. من جهته أعلن مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية عن قضاء التحالف الدولي والذي تقوده الولايات المتحدة على 50,000 من عناصر تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال السنتين الماضيتين. وفي تصريحات عبر الفيديو من بغداد، تناول ناطق عسكري للائتلاف الخسائر التي مني بها التنظيم الإرهابي في معركة الموصل قائلا إن مئات من المسلحين قتلوا، وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن السيارات المفخخة التي استخدمها عناصر التنظيم في الموصل ليست متطورة كما في السابق، وهم باتوا يستخدمون سيارات تقليدية بدلا من العربات المصفحة. إلى الملف السوري، حيث أفادت مصادر محلية أن تنظيم داعش تمكن من السيطرة على مناطق استراتيجية في ريف حمص الشرقي مقتربا من مدينة تدمر، كما سيطر على حواجز في منطقتي شاعر وحويسيس بعد اشتباكات أدت إلى مقتل عشرات الجنود السوريين والاستيلاء على معدات عسكرية وذخيرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي داعش تقدموا لمسافة 4 كيلومترات من المدينة بعد الاشتباكات التي أدت إلى مقتل 34 من القوات السورية بينهم 8 ضباط، فضلا عن قتلى بين صفوف داعش. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هامبورغ أن الجيش السوري أوقف عملياته القتالية في حلب بغية السماح بإجلاء المدنيين. لافروف على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قال إن العمليات القتالية للجيش السوري أوقفت في شرق حلب لأن هناك عملية كبيرة قائمة لإجلاء المدنيين. لافروف أضاف بأنه سيكون هناك ممر لإجلاء 8,000 شخص مسافة 5 كيلومترات. والآن هذه نظرة على درجات الحرارة في عدد من المدن الليبية. إلى هنا تنتهي النشرة، وهذه عودة للعناوين. عقيلة صالح: الهجوم على الهلال ينسف الاتفاق. واينر: ما حدث في الهلال النفطي عواقبه وخيمة. كيرشوف: داعش الأوروبي يشكل تهديدا لدول الاتحاد. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تليجرام. لكم منا كل التحايا، في أمان الله.